5 4 3 2 1. السلام عليكم شباب، اخوكم علي ريماس، قناة علي يوتيوب، اكبر نيسان سات 4K. اليوم سأعرضكم الاجهزة المتوفرة عندنا. عندنا هذا الجهاز الايكون اس 265، رسيفر نوع فانيلا مدة سنة، فاتح الاقمار الاوروبي اوموس الى اخره، قامة يدعم الاس 265، جهاز حلو ومعروف. نجي للجهاز الميديا ستار، نظام فور ايفر مدة سنة، قامة، التحكم كنترول اول عدسة، رسيفر مدة سنة نوع فور ايفر، كارت الى ايرثينك يوتيوب. نجي للايكون بلاس اخر قطعة، نجي الى سترونج اتش 265 فول اتش دي قامة. نجي للجهاز الكوثر، جهاز دبل ريموت، دبل شاحنة، قطعة واي فاي، نوع رسيفر مدة سنة، جهاز حلو صورته حلوة مرتب. نجي الى التايجر، تايجر عملاق، رسيفر نوع فور ايفر القوي لمدة سنة وثلاثة اشهر، قام جميع الخاصيات موجودة به، اتش 265، جهاز راقي جدا متوفر في نيسان، معرض محمد البهادلي، معرض مركز سنتر نيسان. هذه الأجهزة كلها متوفرة عندنا. هذا السترونج اتش 265 قامة صورته حلوة جدا. عندنا الجهاز البي اوت كيو الرسمي موجود اخر قطعة. عندنا جميع الاولمبيات ابو 2 ابو 1، شاشات ايضا متوفرة عندنا، جميع الاولمبيات متوفرة عندنا، راوترات، شاحنات، قطعة تي في بوكس. تيبل بوكس، لايت بيم، تبلينك، شاشات، وايرات، اطباق، جميع انواعها، ستانات، ماسترايتات، حامل البلازما. عندنا سترونج ال 79 اتش دي، عندنا هذا مرتب، وايرات، دايسيكات فري بوكس، دايسكات النوعية الصغيرة 3000 دينار، ماوسات. معرضنا في نيسان 4 سايدات مقابل شارع الماطور. اخوكم علي ريماس، قناة اليوتيوب اقمار نيسان، علي ريماس سات 4K. تحياتي لكم.